بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين دلوقتي شباب نرسم الايزومتريك للرسمة الجميلة اللي قدامنا دي. الرسمة دي مليانة تفاصيل ومش سهلة خالص، فادينا بنتعلم مع بعض ازاي بنقدر نرسمها وازاي نقدر نتخيلها بعون الله. نتوكل على الله نرسم الايزومتريك. طيب هنختار مستوى عشان نقدر نحوله لكل، نبدأ بالشمال ولا باليمين؟ ممكن نبدأ بأي واحد فيهم، يعني الإليفيشن أو السايد فيو الاتنين يعني نقدر نرسم منه، لكن اللي فيه تفاصيل أكتر هو الإليفيشن، فأنا هبدأ بالإليفيشن. طب اترسم يمين ولا شمال؟ هو مرسوم في الشمال يبقى أنا هرسمه في اليمين. طيب نجيب المثلث 30 60 ونبدأ نرسم الخط. طيب ده عشان نقدر نجيبه لازم نجيب الأبعاد بتاعته، يبقى احنا محتاجين هنا نعرف ده طوله كام. دي 58، نجيب الارتفاعات ديت 39. تمام يا شباب، المسافة دي لوحديها 5، لو جبنا دي كده لتحت يبقى دي بقت 34، مظبوط. تمام، نجيب المسافة ديت، دي 8، دي 14، ديت 40. تمام، المسافة الداخلية دي كام؟ 4، أكيد الناحية التانية زيها. النص قطر بتاع الدايرة دي تمنتاشر، نص قطر الدايرة دي كمان 15، العرض بتاع الرسمة دي كده كمان سريعا بتاع كده كام؟ 58، ده الطول الإجمالي وده العرض، يبقى ده 50 والطول 58، نفس اللي فوق. تمام كده احنا المفروض ان احنا كده جبنا الابعاد. تعالوا بقى نبدأ نرسم، اروح رايح راسم الخط ده، دي كان 58. تمام، ارتفاعها كام؟ كله على بعضه نجيبه عشان ما جبناش الارتفاع ده لوحده 15. طيب كلهم على بعضهم كام؟ كلهم على بعضهم 54، يبقى 58 في 54. أروح رايح راسم الخط ده، العرض 58 والطول كله على بعضه 54 بالشكل ده كده، وأبدأ أجيب مثلث 30 60 يمين، مثلث 30 60 رأسي، وأعمل ترم قطعت الخطين دول عن بعض. العرض ده كام؟ العرض ده 50، اروح رايح راسم هنا 50. انا كده برسم مكعب وهبدأ انحت فيه، ركزوا كده معايا عشان الرسمة محتاجة شوية جهد وشوية تفاصيل كده، الله المستعان ربنا يعيننا عليها. تمام كده انا رسمت مكعب، المكعب اللي انا رسمته ده هنبدأ ننحت عليه الرسم، يعني الاليفيشن ده هبدأ ارسمه هنا على المكعب ده. تمام يا شباب. طيب اولا دي 5، شايف المنظر ده، المثلث ده 5 في الاتجاه الرأسي وخمسة في الاتجاه الافقي، يعني دي 5 كده وخمسة كده. تمام، فانا لو جيت هنا ورحت راسم ده في السايد فيو، ورحت جاي هنا كده ورسمت ان دي 5 ودي 5، ورحت رايح راسم خط كده بزاوية الميل ديت والخط ده بزاوية الميل دي كده، بس شلت خلاص الدايرة دي خلاص مش عايزها، ورحت رايح راسم خط بزاوية 30 في الاتجاه ده وخط بزاوية 30 في الاتجاه ده. شباب حاولوا تتعلموا ازاي الرسمة بتترسم علشان فيها فنيات كتير ويعني محتاجين نتعلم منها حاجات كتير. كده انا رسمت الجزء المالي اللي هناك دوت، وهنا كمان هرسم الجزء المالي اللي هنا دوت بالشكل ده كده بالمنظر ده. كده احنا رسمنا الجزء بتاع السايد فيو اللي فوق، في عندنا الارتفاع دوت اللي هو 15، ده خط موجود على ارتفاع 15 هنا، مظبوط. طيب الخط ده اللي موجود على ارتفاع 15،
الخط ده بقى بارز ولا غاطس، داخل جوه ولا خارج بره؟ انا كده رسمت سايد فيو، بصوا كده، مش ده المستوى اللي تحت ده المستوى اللي فوق؟ اه اهو ده اللي تحت وده اللي فوق، ماشي. لما نيجي نبص على ده هنلاقي ان هو ده الحته اللي داخله جوه. طب داخله قد ايه؟ داخله 4. يبقى انا ببساطه خالص لو خدت كده خط كده 360 ورحت رايح داخل من هنا كده مسافه 4، وداخل من هنا كده مسافه 4، ورحت راسم عند الـ4 دي خط راسي هنا وخط راسي هنا، ورحت رايح ماسح الخطوط اللي موجوده. تمام يا شباب، امسح يا باشمهندس الخطوط الزياده، ما انتش عايزها، مش عايز الخطوط دي، مش عايز الخطوط دي، مش عايز الخطوط دي، خلاص. تمام، طيب اروح ماشي بالخط ده كده المسافه اللي هي 50 اللي هي عرض الرسمه دي، واطلع بيه خط راس فوق. بس كده انا رسمت الجزء الداخلي اللي هو اللي من تحت، اللي هو المستوى اللي تحت ده رسمته، اللي هو الخط ده كده. تمام. طيب ايه بقى اللي ناقص؟ تعالوا كده نرسم المربع ده. المربع ده دي 40 ودي 8 ودي 14، تعالوا نرسمه. طيب هترسم فين؟ هترسم في الاليفيشن. اروح نازل من هنا كده مسافة 8، انزل بيها 8، بعد كده اروح رايح واخد خط افق كده، بعد كده انزل من 8 دي انزل 14 تاني، بعد كده اروح رايح واخد برضو خط الايه 30-60 ده يمين بزاوية 30. طيب اروح رايح واقف هنا واخد المسافة دي 40، اروح رايح واقف هنا دايرة دي كده واخد 20 يمين و20 شمال، واقف عندها اطلع بخط راسي واطلع هنا بخط راسي، واروح رايح ماسح الدايرة دي كده وامسح الخطوط دي. بس كده تمام. تمام، ليها بعد تالت، ليها بعد تالت. اروح انا اعمل ايه؟ اروح رايح واخد النقطة دي كده ومشيها للاخر كده. تمام، بأي طول طبعا هتظهر هنا، مش هتظهر، طالما مش هتظهر خلاص يبقى انا ايه؟ امسح. كده احنا رسمنا كل حاجة موجودة في الرسمة دي الا حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الحاجتين الباقيين هما ان انا ارسم الدايرة دي في البلان وارسم الدايرة دي في الاليفيشن. تمام، طيب ازاي بقى نعمل الكلام ده دلوقتي؟ عايزكم تركزوا معايا تركيز عالي جدا 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 عشان نقدر نعمله. اول حاجة انا قلت لحضرتك ان الدايرة دي ترسمها مربع، تاني حاجة ترسم الشكل البيضاوي بتاعها في آخر الامتحان، ما تبدأش بيه. تمام، طيب أروح رايح عايز أجيب الدايرة دي هنا فوق، هعمل إيه؟ دي 15 يعني 30 في 30 كمربع، يعني لو عايز أرسم هنا مربع هرسم مربع 30 في 30. نركز كده بقى إيه مع بعض، ماشي. هقف كده في النص كده هنا وهمشي كده، وهقف في النص كده وهمشي كده. تمام، اروح رايح راسم المربع بتاعي اللي هو هيبقى 30 في 30 اللي هي 15 في 15. بص شكل الدايره مش ماشي مع الرسم، عشان كده لما هنعملها شكل بيضاوي هيبقى شكلها اجمل. يعني بص انا هاخد منها كوبي عشان بس اقارن لك ما بين الشكل البيضاوي وما بين الشكل الدايره ده. طيب بص كده، الدايره اللي انا رسمتها دي عشان اخد بس منها خطوط افقيه وراسيه. يعني ايه؟ يعني انا هاخد خط كده هنا وخط كده هنا، واروح رايح واخد خط هنا كده وخط هنا كده. تمام، كده انا رسمت المربع اللي موجود هنا ده اللي هو المربع ده، هو ده المربع اللي هنرسم جواه الدايره. بص كده، طيب هنرسم بقى الدايره ازاي؟ ركز معايا. اولا هغير انا اللون عشان تبدا تركز معايا كده ونفخنا الخط. بص يا باشمهندس، المفروض ان انا عندي خط كده هنا اهو من ده، هوصله بالنقطه دي واوصله بالنقطه دي، بعد كده اروح رايح راسم دايره هنا كده بالنقطتين دول، شايف المنظر ده، وامسح خطوط الزياده. خلاص دي خطوط زياده مش عايزها، هغير لك اللون ونيجي الناحية التانية. أروح رايح راسم خط هنا كده
انا دلوقتي اقف عند النقطة دي وارسم خط هنا، واقف عند النقطة دي وارسم خط هنا، الاتنين دول هيطلعوا طول بنفس الطول، عشان كده هروح واقف هنا في المركز واروح راسم الدايرة دي كده. يبقى انا كده في الحالة دي ايه، رسمت الدايرتين دول. الموضوع بسيط ما تخافش منه. بعد كده هيظهر لي هنا نقطة التقاطع دي، شايف التقاطع ده، هتقف عنده وتروح رايح راسم الدايرة اللي باقية لك هنا دي اهي، شايف المنظر ده، والدايرة اللي باقية لك هنا دي، شايف المنظر الجميل ده، شايف الدايرتين اللي جوه بعض دول، رسمة بقت تحفة يعني. الموضوع بقى سهل جدا وبسيط جدا ورائع يعني. امسح بقى الخطوط الزيادة بعد إذنك. أيوة الخطوط دي خلاص بقت زيادة بالنسبة لنا، مش عايزينها في النهاية خالص. بعد ما أنا رسمت الرسمة اللي حضرتك شايفها الجميلة ديت، همسح الخطوط أنا الداخلية دي، مش عايزها. ممكن بعد إذنك تسمح لي؟ أنا كده مسحتها. بص كده شايف فرق، دي تحس إنها واقعية، يعني دي تحس إنها غير واقعية، فعشان كده الاتنين دول ما ينفعوش مع بعض. تمام، يبقى دي حاجة عايزك إيه تبقى فاهمها. هنا كده ده نازل لتحت، يعني في منه كوبي المفروض هاخده لغاية لغاية تحت. بقد إيه بقى؟ بقد السمك ده كده، يعني مش دي ارتفاعها 8 ودي 5، بص كده بـ5، مش دي 8 ودي 5، يبقى مجموع الاتنين كام؟ 13، صح؟ صح. بص كده، لو أنا نزلت بخط رأسي من ده ونزلت 13 وخدت خط أفقي كده وخط كده، المفروض أرسم نفس الدايرة دي كده بالظبط تحت، بس عشان عايزك إيه تتخيل الموضوع على الآخر يعني. روح رايح نازل بيهم كده، تمام. أمسح بقى الخطوط اللي أنا مش هشوفها. طبعا الخطوط دي خطوط عمل المفروض إن أنا مش هشوفها، فخلاص أمسحها. ودي مش همسحه، أمسحه مش هشوفه، هشوف بس منه الحتة الصغيرة دي كده، هشوف منه الحتة الصغيرة دي كده. بعد كده الخط المربع اللي فوق ده برضو مش هحتاجه، همسحه مش محتاجه. بس كده، بص كده شفت كده، تحس ان الرسمة فعلا 3D، يعني تحس انها يعني فعلا حقيقية كده، اكون رسمت الايزومتريك او الكيرف اللي موجود فوق. طيب عايزين بقى ارسم الكيرف اللي موجود هنا تحت، عشان نرسمه اتعلمنا نعمل ايه، نعمل مربع. طيب المربع ده نص قطره كام؟ 18، يعني هقف هنا مربع ليه نص قطر، اه لان المربع بينص الدايره من الداخل. طيب دي 18، اروح رايح عند 18 دي راسم خطوط راسيه، ها بارتفاع 18 وخطوط كده، صح 18 و18 ماشي، المفروض يبقى ده كده وده كده، يعني التقاطع فين عند النقطه دي كده. خلاص يبقى انا كده ايه فهمت بالظبط، مش محتاج الدايره خلاص في الوقت ده. روح نازل، انزل كده 18 وامشي الخط الافقي ده، وانزل كده 18 مش كده الخط الافقي ده، تمام. انا بس عايزك تتخيل معايا الوضع عشان تبدأ تفهم الفكرة. هترسم خطوط متقاطعة هنا كده، انا هحول الخطوط دي كلها لخطوط بيضة كده عشان ايه، عشان نفهم الدنيا بتمشي ازاي. طيب انا كده خلاص ايه حولت لمربع زي ما حضرتك شايف. بعد ما حولت لمربع هروح رايح اعمل حاجه جميله جدا، الا وهي ان انا اروح رايح راسم، اجيب مثلا الخط الاخضر ده موافق مش مشكله، واروح رايح راسم منين؟ لو انا واقف من المركز ده كده يبقى هقف من هنا كده وارسم عند الخط ده الخط ده، صح ولا غلط؟ لا غلط، المفروض عند الزاويه المنفرجه مش الزاويه الحاده، يعني لازم ابقى واقف عند الزاويه المنفرجه وارسم الخط ده وارسم الخط ده، عشان بس نفهم الدنيا الصح فين والغلط فين. واروح رايح راسم نص القطر الدايره دي كده، وامسح الخطوط الزياده بتاعتها، خلاص مش عايزها. اجي عند المنظر ده كده بتاع الدايره دي كده، واقف عند الخط الايه الزاويه المنفرجه دي، واقف هنا واقف هنا، اروح رايح راسم نص القطر الدايره من هنا، اروح رايح راسم ده كده. وانا عارف ان انا مش محتاج له، بس انا عايزك تبقى فاهمني وفاهم العملية 6000 مرة هرسمها قدامك، يعني المفروض كده تبقى خلاص. بس الخط ده أنا محتاج له بقى، محتاج فيه إيه؟ محتاج إن أنا أجيب البعد الدايرة الكيرف اللي هيبقى موجود هنا، مش في كيرف موجود هنا يا شباب؟ يبقى ده أنا كده احتجت للجزء ده.
طيب خلاص انا كده مش محتاج للباقي، ممكن بقى اروح رايح ماسح كل الخطوط الباقية دي، ماسحها مش عايزها، خلاص انا خلصت تمام، واقطع الدايرة دي خلاص مش عايز اي حاجة، متشكرين كتر خيركم تعبتكم معايا، فاهمين كده شباب؟ بس كده. طيب هنا المفروض يبان لي خط داخلي اللي ماشي للآخر، بس بعد ما خلصنا الرسم ده زي ما حضراتكم شايفين اروح رايح ملون بس الخط ده كده، كده الرسمة بالنسبة لك اتفهمت والدنيا بقت تمام التمام، وعرفنا مع بعض نرسم الايزومتريك بفضل الله سبحانه وتعالى، وهنبدأ دلوقتي نشوف المساقط وبعد كده نبدأ ناخد قطاع ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بشكر حضراتكم وأسألكم دعاء، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.